عمركم سمعتوا بالكونديشنال 32 23 32 23 it is 23 32 23 32. هذا واحد الكونديشنال اللي هو باش غادي نفهموا ميكست كونديشنالز. خليكم معنا. Hello guys, how are you doing? Welcome to Learn English with Salah channel. مرحبا بكم في قناة Learn English with Salah. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو درس مهم بزاف اللي عنده علاقة بالconditionals واللي هو سميتو mixed conditionals. But before we start guys, قبل ما نبداو إن شاء الله غادي نتفكرو في الconditional اللي كنا قرينا المرة اللي فاتت. اللي ما شافوش غادي يلقى الفيديو هنا ولا غادي يلقى في اللايف صفحة. الconditionals فيه أربعة، فيهم أربعة ديال الأنواع. كاين zero اللي هو كيهضر على the scientific truth، يعني الحقائق العلمية. اوكي كاين الوان اللي كيهضر على real or present future situations، شي حاجه حقيقيه ممكن توقع بديهيات. والكونديشنال 2 كيهضر على hypothetical situations، يعني الفرضيات اللي في الماضي واللي في المستقبل. اوكي والكونديشنال 3 كيهضر على hypothetical past situations. هذا كنخليو لاي حاجه اللي فاتت ممكنهاش تبدل، شي حاجه فيها الندم، فيها التمني، فيها اي حاجه اللي ممكنهاش باقي ترجع. اوكي hypothetical situations يعني 2 و 3 كيهضر ديما على الفرضيات، يا اما مضارع يا اما ماضي. اوكي نقدروا نستعملوا فيه حتى الفيوتشر. من بعد باش درنا ريفيو على الكونديشنال شنو هو، غادي ندوزو 23 32 اللي قلنا. ليتس دو ات، ندير واحد المراجعه بسيطه على قبل الكونديشنال 2 و 3 لانهم هما اللي كيدخلوا لينا في الميكست كونديشنالز. هادو هما الا فهمنا هادو مزيان ميكست كونديشنالز ما باقيش غادي يتخلقوا لينا. دونك الكونديشنال 2 هو اف، هذا الشرط، هذه الجمله الشرطيه، هذه كتسمى الاف كلاوز اللي هي الجمله الشرطيه. اف سيمبل باست كيكون فيه الماضي. اوكي جواب الشرط ولا المين كلاوز كيكون فيها وود بلس بير ولا انفينيتيف. اوكي كيكون وود بلس انفينيتيف. اوكي اش كتهضر ليا؟ كتقول ليا هذه الفرضيات اللي في المضارع اللي في المستقبل. اوكي بالنسبه للكونديشنال 3 قلنا كاينه اف بلس باست بيرفكت، يعني ماضي الماضي باست بيرفكت، هذه في الجمله الشرطيه. في جواب الشرط كيكون عندي would have plus past participle. would have عاد past participle اللي كتقول لي الفرضيات الماضيه اللي كتقدر تقول لي شي حاجه ندمتي عليها، شي حاجه تمنيتي تكون وقعت ولا تكون وقعت. هذا كيقول لي شي حاجه فرضيه في المضارع ولا في المستقبل. اوكي وهذا كيقول لي شي حاجه شي فرضيه في الماضي ولا شي ندم وقع ولا شي حسره ولا شي حاجه ولا شي حاجه اللي ما وقعتش. it didn't happen. اوكي conditional 2 if it wasn't so cold outside عندي would go يعني would plus there ولا infinitive. okay I would go when the I if it wasn't so cold. دونك هذيك كتهضر على فرضيه مضارعه تؤثر على حدث مستقبلي، يعني هذا واخا في الماضي راه كاين ليا المضارع. كنقول لك كل ما كانش البرد، كنهضر على دابا، كل ما كانش البرد دابا كون نخرج نتمشى، يعني I would go كتعني لي المستقبل. I would go. اوكي ندوزو للكونديشنال 3. كونديشنال 3 قلنا كتكون if past perfect في الاف كلاوز، في المين كلاوز كتكون would have plus past participle. دونك هي هذه if have past perfect have would have past participle، يعني هادشي كله وقع في الماضي، هادشي كله حصل في الماضي. if it hadn't been so cold يعني راه ما كانش الجو زوين، داكشي باش ما خرجش، يعني ما كانش الجو زوين وما خرجش، يعني هذه الجمله هذه كلها it didn't happen. it didn't happen. باش كان دابا اخواني يجيو مني جبنا هذيك الكلمه ديال جوج ثلاثه وثلاثه جوج، كناخذوا الكونديشنال 2 وكناخذوا الكونديشنال 3. اوكي كناخذوا الاف كلاوز ديال الكونديشنال 2 وكنحطوا مع المين كلاوز ديال الكونديشنال 2، هي كتعطينا جوج ثلاثة كونديشنال 2 والمين كلاوز كتكون فيها كونديشنال 3. I don't know كيبان لكم مزيان. دونك كناخدو الاف كلاوز ديال الكونديشنال 2 مع المين كلاوز ديال الكونديشنال 3، هي اللي كتعطينا 2 3. دونك هي هادي 2 3 كونديشنال، يعني هذا الكونديشنال 2 هذا الكونديشنال 3 هو اللي كيعطيني 23 كيقولنا باش كنخدمو السنتنس. اوكي وكنرجعو عاوتاني كناخدو في الميكس كونديشنال الثاني كناخدو الاف كلاوز ديال الكونديشنال 3 مع المين كلاوز ديال الكونديشنال 2 اللي هي كتولي 3 جوج. كونديشنال 3 مع 2 مع المين كلاوز ديال الكونديشنال 2. اوكي ليتس اكسبلين ات باي ان اكزامبل ونقولوا علاش درناها. هنا قلنا ان حدث ماضي
يؤثر على حدث مضارع او مستقبل. شي حدث وقع في الماضي كيأثر لنا على حدث في المستقبل ولا في المضارع، يعني شي حاجه وقعت اثرت لي على واحد الحاجه جايه. مثلا ناخذ مثال: If Ahmed hadn't fallen off his bike, he would be champion now. كون احمد ما فاتش ليه طاح من بيكارتو يقدر يكون champion now، لانه كان طاح ووقع عليه كسر ولا شي حاجه، يعني ما خلاش انه يولي champion. If Ahmed hadn't fallen off his bike, he would be champion now. يعني واحد الحدث وقع في الماضي اثر لي على واحد الحدث في المضارع دابا. اوكي، دونك هذا المضارع نقدروا نستعملوه حتى في شي حاجه اللي هي في المستقبل. كيفاش غنقولوا؟ غنقولوا مثلا، حيت قلنا حدث يؤثر، حدث ماضي يؤثر على حدث مضارع او مستقبلي، نقدروا نقولوا if I hadn't passed my driving license I would be driving to this next week. كون ما كون نجحت في الامتحان ديال الدرايفر لايسنس ديال البيرمي دو كوندوي، كون نجحت في الامتحان ديال السياقه، كون السيمانه الجايه راني شاد الطريق لفاس. كيفاش نقولها؟ if I had passed my driver license I would be driving to this next week. يعني عندي درايف وعندي هذا اكسبريشن ديال التايم اللي كتعني هي المستقبل next week. يعني باش كنصوغوا حنايا هاد القاعده هذه، ميكس كونديشنال هو كنديروا اف الكونديشنال تري في الكلاوز الاولانيه كما درنا هنايا، ها هو قلنا past perfect، ها هي past perfect، والسيكند كونديشنال كيكون فيها would والانفينيتيف، هي هذه سيكند كونديشنال. اوكي، فاش كنبغيو نهضروا على المضارع شحال وقع في المضارع، فاش كنبغيو نهضروا على المستقبل كنزيدوا واحد الاكسبريشن اللي كتهضر على المستقبل next week next year tomorrow مثلا ولا شي حاجه. اوكي، دونك this is mixed conditional. الحاله الاولى اللي سميناها 32، عقلوا على 32 conditional 3 مع conditional 2، وهذه هي اللي كتعني لي الكلوز اللي فيها اف، هذه الاف كلوز هي هذه، والثانيه هي المين كلوز اللي كتكون فيها would. اوكي، الحاله الثانيه اخواني هي قلنا 23 ولا 23 conditional، هو الحاله الثانيه من mixed conditionals اللي كيكون فيهم if second conditional من هجات جوج مع third conditional اللي كتقول لي القاعده انه if مع simple past، حيت انا كيكون عندي في main clause ديال conditional 2 كتكون عندي simple past، وهنايا كتكون عندي would have past participle في past في conditional 3 في المين كلاس. اوكي، دونك الاكزامبل شنو نقولوا؟ يعني شنو القاعده ديال ثاني كتقول لي انه حدث مضارع، حدث مضارع ولا حدث مستقبلي غيأثر لي على شي حدث في الماضي. شي شويه هي صعيبه، كنقولوا حدث ماضي كيأثر لي على المضارع ولا المستقبل، ولكن ميكس كونديشنال داروه باش انه نقولوا حدث مضارع اثر لي على واحد في الماضي، ولا حدث مستقبلي اللي مازال ما وقعش اثر لي على شي حاجه في الماضي. شي شويه ات سيمز سترينج، واحد شويه غريبه. دونك كاش كنقولوا حدث مضارع يؤثر على حدث ماضي ولا حدث مستقبلي يؤثر على حدث في الماضي. دونك هنا ناخذ الاكزامبل ديال المضارع. If I weren't busy I would be ولا I would have taken a few days off work last week. If I weren't busy I would have taken a few days off work last week. اشنو قال لي؟ كل ما كنتش مشغول، يعني انا مشغول داك المره ودابا، يعني انا مشغول، شي واحد مشغول حياته كلها يعني دائما عنده ما يدير. If I weren't busy هذه واخا هي الماضي، ولكن في الكونديشنال كتعني ليا شي حاجه اللي من الماضي وهي جايه معايا حتى للمضارع، تقدر تكمل حتى للمستقبل. الا قلت لك مثلا if I weren't Moroccan، if I weren't Moroccan كل ما كنتش مغربي، اش غنقول لك؟ كل ما كنتش مغربي البارح ولا كل ما كنتش مغربي اليوم ولا غدا، انا راه مغربي ولكن كنقول كل ما كنتش مغربي. This is it. الا فهمتوا غير هذه باغي تفهم لكم هذا المعنى هذا. If I weren't busy شو واحد يقول لك؟ كل ما كنتش كل كنت مسالي ولا كل ما كنتش مشغول، يعني هو راه مشغول، يعني مشغول داك النهار وهذا النهار هذا. If I weren't busy I would have taken a few days of work last week. يعني هو مشغول دابا وداك النهار، داكشي علاش داك النهار ما خداش الايام ولا العطله فين يرتاح. ندوزو للمثال الثاني ديال المستقبل كيأثر على الماضي، دونك نحاولوا نشرحوها شي شويه مزيان. دونك كنقولوا If I weren't flying on holidays next week I would have started work with this company. واحد الشركه اتصلت بيا الشهر اللي فات، داك الشهر، وقالوا لي بغيناك تخدم معنا مثلا واحد البروجيكت، وقلت لهم راه كل ما كنت غنسافر الشهر الجاي كون راني بديت معكم الخدمه. يعني حدث اللي غيوقع في المستقبل اثر لي على واحد الحدث في الماضي. If I weren't flying on holidays next week I would have started work with this company. اوكي، يعني حدث المستقبل اللي هو ها هي weren't flying on holidays و next week، يعني next week كتبين لي المستقبل. عاد حدث في الماضي، قلنا الحدث في الماضي هو I would have started، كون راني بديت
العمل مع هذه الشركه. كل ما كنت مسافر الشهر الجاي كون راني بديت الخدمه مع هذيك الشركه. اوكي، وماشي دائما اخواني كتكون عندي وود، تقدر نلقاو اما وود اما كود اما مايت، يعني اي وود هاف ستارتد ولا اي كود هاف ستارتد ولا اي مايت هاف ستارتد، على حسب الحده ديال السيتويشن اللي عندي. اخواني ليتس تيك ا سمول اكزرسايز، ناخذ واحد التمرين بسيط ونشوفوا واش فهمنا شويه ولا لا. ندوزو للتصحيح ونشرح. يلا. If you waste your money you would be able to afford new outfits. هذه كتعني كيضيع وهذه كتعني ملابس. يعني شنو قال لي هو؟ نلاحظوا هنايا المين كلوز شنو فيها؟ فيها you would وعندي be. يعني هنا شنو عندي؟ الكونديشنال 2. وهنايا خص يكون عندي الكونديشنال 3. يعني هذا شنو هذا الكونديشنال؟ هو كونديشنال 3 جوج 32. يعني if you وعندي waste غادي تقول لي if you hadn't wasted. باش نقول لك كون ما ضيعتيش الفلوس ديالك، كون ما ضيعتيش الفلوس ديالك كون دابا قادر تشري حوايج جداد. If the tickets needed to be so expensive you would have gone to the cinema last night. هذا حدث في الماضي حيت عندي فيه would و have و gone، يعني هذا الكونديشنال 3. اوكي، دونك if the ticket be، دونك ملي عندي الكونديشنال 3 هنايا في المين كلوز، الاف كلوز خاص تكون فيها الكونديشنال 2. هنايا كنهضروا على الكونديشنال ولا الميكست 23، دونك عرفتوا عليهم الارقام باش تعرفوهم. دونك هنايا شنو عندي؟ بي، شنو غادي نزيدو؟ if the ticket if we hadn't drank so much، ولا if he hadn't drank so much coke he. وهنايا دونك هنا قال لي هنا المين ولا الاف كلوز فيها had و drank اللي هو الكونديشنال 3. اوكي، هاد جوينتلي هو باست بيرفكت. يعني في الميكس كونديشنال ملي كيكون عندي ثلاثة المين كلوز كيكون فيها جوج، وكنهضروا ديك الساعة كنهضروا في الكونديشنال 32 اللي كيبدا بالكونديشنال 3 وفي المين كلوز كيكون فيها الكونديشنال 2. دونك هنايا if he hadn't drank so much coke he would and he's so bad now he wouldn't. دونك نيجاتيف he wouldn't feel so bad now. يعني حدث في الماضي اثر لي على حدث في المضارع. يعني كون ما كانش هو شرب ديك المره بزاف ديال الكوكا ما غاديش يكون دابا حاس بالالم ولا شي حاجه دابا. اوكي، if he hadn't drank so much coke he wouldn't feel so bad now. يعني حدث في الماضي اثر لي على حدث في المضارع. هنا حدث في المضارع اثر لي على حدث في الماضي، وهنايا حدث في الماضي اثر لي على حدث في المضارع. دونك هي هذه، عقلوا اخواني على ايش؟ على 2 3 ولا 3 2، هذو الكونديشنال ميكس كونديشنال، يعني يا اما كتلقى هكا يا اما كتلقى هكا. اوكي، اوكي اخواني ثانك يو فور واتشينغ، نتمنى ان الدرس كان سهل وفهمتوه مزيان. Let's move to the quote. الكوت ديالنا كتقول if we wait until we are ready we will be waiting for the rest of our lives. الى تسنينا حتى نكونوا مستعدين غنبقاو نتسناو الى اخر ايام في الحياه ديالنا. Thanks for watching guys. نتمنى انه ديروا بارطاجي لهذا الدرس هذا، وانكم الناس اللي ما شافوش الكونديشنال ولا جاهم صعيب خصهم يرجعوا للكونديشنال. يعني غادي تلقاو الدرس ديال الكونديشنال في الصفحه في الشانل. Thank you very much guys. I've been done. Bye bye.